السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد كبك من قناة كبك تي في. إلهام شاهين، يا سلام، كانت في الثمانينات والتسعينات. إلهام شاهين ديت كانت إيه؟ المهم، إلهام شاهين طلقت نفسي، يا سلام، اندبندنت وومن، انت اندبندنت وومن. طلقت نفسي من زوجي الثاني لأن العصمة كانت في إيدي، والاولاني يعني الجوز التاني كان مديها العصمه في ايديها. ودي نصيحه للي هيتجوز، اوعى تدي العصمه لمراتك. طلقت نفسي من زوجي التاني والاولاني وجدته في غرفه مع سهير رمزي. سهير رمزي حاجه تانية، لما اقزع انت حاجه، انت حته حلوه برضو، ولكن سهير رمزي حته حلوه تانية خالص. فيعني انت المفروض يعني مش بلاش نتكلم، بلاش نتكلم، احنا مالنا؟ خلينا في المطبخ، انا في المطبخ، اقل ما اقول ايه، انا في المطبخ. سلام.